بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق الرابع لهذا الموسم والذي اشتمل على 9 أشواط. السباق أقيم على كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس وكأس شركة مدينة الخليج للتنظيف وكأس جامعة العلوم التطبيقية، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة بتقديم كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس للشوط التاسع إلى المضمر الفائز ألين سميث، فيما قدم السيد فوزي عبد الله ناس كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس للشوط الثالث إلى المضمر الفائز علي جان، فيما قدم المهندس شوقي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة ناس المؤسسة كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة. كما قدم البروفيسور وهيب الخاجة رئيس أمناء جامعة العلوم التطبيقية كأس الشوط السادس إلى مهدي صلاح مهدي، فيما قدم السيد ستيفن ويليامز مدير عام شركة الخليج للتنظيف كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز ألين سميث.